مرحبا، إليك سؤال سريع. ما هي عاصمة اليابان؟ إذا قلت طوكيو فإجابتك صحيحة. طوكيو هي واحدة من أكثر المدن حداثة وتنوعا في اليابان، ولكن لأكثر من 1000 عام كانت كيوتو هي العاصمة. نعم، أعلم أن الاسمين متشابهين، لكن في حين أن طوكيو هي العاصمة المستقبلية لليابان، فإن كيوتو هي واحدة من أكثر المدن التقليدية التاريخية في اليابان التي تعرف باسم العاصمة الثقافية لليابان. هاتان صورتان، الأولى من طوكيو والثانية من كيوتو. هل يمكنك معرفة الفرق الرئيسي بينهما؟ تذكر هذه الفكرة، فسوف نعود إليها بعد لحظات. هاتان صورتان أخريان، الأولى من أساكوسا وهو حي في طوكيو، بينما الثانية من كيوتو. ما هو الفرق الرئيسي هنا برأيك؟ ربما يمكنك تخمين ما أعنيه، إذا لم تعرف فسأخبرك. الفرق الرئيسي يكمن في الألوان. إذا سنحت لك الفرصة للسفر إلى بعض الأماكن، فربما لاحظت أن المدن لها سمات لونية معينة، مثل روما ذات اللون الطيني وباريس ذات درجات اللون الرمادي والبني الداكن. بالنظر إلى هذه الصور يمكن للمرء أن يرى أن طوكيو مضيئة وذات مظهر كهربائي، وتبدو حتى فوضوية بعض الشيء. أما كيوتو فهي أحادية اللون ولها انطباع أكثر هدوءا وسلاما. من المثير للاهتمام أن نرى أن ما يسبب هذا التباين بين المدينتين له علاقة بقانون متعلق بالمناظر الطبيعية. في عام 2007 أقرت كيوتو قانونا جديدا يحظر لافتات الشوارع الملونة. كان القانون يهدف أيضا إلى توحيد التصميم العام للمباني لجعل مظهر المدينة أكثر تجانسا. نظرا لأن كيوتو كانت عاصمة اليابان لفترة طويلة من الزمن، فقد بنيت باستخدام هندسة فينغ تشوي المعمارية ومبادئها التقليدية. لهذا السبب تجد العديد من المباني بهذا الشكل الآسيوي التقليدي، هذا الشكل ذو السقف المنحني كما ترى في فيلم مولان. بالتأكيد هذا الطراز مختلف تماما عما يصممه المهندسون المعماريون المعاصرون. إذا نظرت إلى طوكيو فسترى ناطحات سحاب زجاجية بدلا من هذه المباني القديمة، لكن كل هذا جزء من خطة أكبر تم تنفيذها من خلال ما يسمى بإرشادات مياكو للمناظر الطبيعية. كانت الحجة الرئيسية للبلدية لتمرير القانون هي أن كيوتو كانت تفقد مناظرها الطبيعية الفريدة بسبب النهج التحديثي في اليابان. إذا تبعت كيوتو خطى طوكيو ببناء ناطحات سحاب ضخمة، فلن يتمكن المواطنون من رؤية الجبال الثلاثة المحيطة بالمدينة. ولنكن صرحاء، لا أحد يريد أن يحدث ذلك. بالإضافة إلى هذا، من الجيد أن تتمكن من الذهاب إلى مدن مختلفة في اليابان وملاحظة أنها فريدة من نوعها بنمطها المميز. إذا كان قانون المناظر الطبيعية سارياً في جميع أنحاء اليابان، فلن نتمكن من رؤية عجائب معمارية مثل برج طوكيو سكاي تري وشعلة مبنى شركة أساهي الشهيرة. ألق نظرة على منطقة أكي هابرا في طوكيو. تعرف هذه المنطقة بأنها واحدة من أكثر أحياء اليابان حداثة والمليئة بالتكنولوجيا المتطورة في كل زاوية، وهي مليئة أيضاً باللافتات في كل مكان. وإذا قارناها بمدينة كيوتو بعد إقرار القانون الجديد، فإن أول شيء يجب إزالته هو لافتات الأسطح، كما أن الأضواء الوامضة والمتحركة أصبحت غير قانونية هناك. يظهر مقهى ستاربكس في كيوتو ما أعني. إذا كنت تتجول في شوارع ريف كيوتو بحثاً عن مكان لاحتساء الكابتشينو، فسوف تفتقد هذا النوع من المقاهي. أعتقد أننا يمكن أن نتفق على أن شعار ستاربكس التقليدي صمم لجذب الانتباه مع ذلك المخلوق المتوج الذي يشبه حوريات البحر مع خلفية خضراء. في أماكن أخرى في اليابان لا يزال يبدو بهذا الشكل، لكن في كيوتو تغيرت العلامة التجارية لاحترام القوانين الجديدة ونتج عنها هذا الشعار الخشبي الجميل ولوحة صغيرة تقول إن هذا المكان يقدم اللاتي. نعم بالفعل، هناك أمثلة متعددة مثل هذا. في كيوتو لن تجد في واجهات متاجر 7-11 الخطوط التقليدية الحمراء والبرتقالية والخضراء. تم تغيير الشعار إلى الأسود والأبيض. قد تعتقد أن هذا ممل، لكنني أعتقد أنه يمكننا أن نتفق على أن نختلف. يبدو هذان اللونان مثاليين عندما تنظر إلى المكان بأكمله. أوه، وماذا عن ماكدونالدز؟
أشهر سلسلة مطاعم برجر في العالم. لقد احتفظت بلون شعارها الأصفر، لكنها أزالت اللون الأحمر من الخلفية. بالنسبة للألوان المسموح بها، يستخدم القانون نظام ألوان مونسل لتحديد درجات اللون المقبولة. عادة في هذا النظام يتم قبول النسخة الباهتة من الألوان الصارخة مثل الأحمر والأسود والأخضر وما إلى ذلك. تخيل الآن إذا اعتمدوا ألوان المخرج ويس أندرسون، ستبدو كمدينة ألعاب بلا شك. في البداية شعر البائعون وأصحاب المتاجر بالانزعاج من القانون الجديد. لم يفهموا سبب اضطرارهم إلى تغيير علاماتهم التجارية من أجل بعض المظاهر الجمالية التي تحاول المدينة الحفاظ عليها. لكن مع مرور الوقت لم يتقبلوا القانون الجديد فحسب، بل تمكنوا بالفعل من رؤية فوائده لنجاح علاماتهم التجارية. كما ترى، ساعد هذا في تحويل كيوتو إلى منطقة جذب سياحي أكبر. يشعر السياح وكأنهم نوعا ما يسافرون عبر الزمن، حتى أن بعض السائحات يحبون ارتداء الكيمونو التقليدي والتجول مثل الجيشا. كذلك بدأت البلدية نظاما للجوائز لمكافأة المتاجر والعلامات التجارية التي التزمت بالأمر على أكمل وجه. بالطبع فازت ستاربكس بجائزة في عام 2018، مثل ما حدث في عام 2012 عندما فازت شركة ساغاوا، وهي شركة توصيل معروفة في اليابان. لم تكن المحلات التجارية وحدها هي التي يتعين عليها التكيف مع القوانين الجديدة، بل كان من الضروري أيضا تغيير ألوان بعض الأشياء مثل آلات البيع ومكاتب البريد. ومرة أخرى تكمن الفكرة في جعل المدينة أكثر انسجاما من الناحية البصرية، ومن المؤكد أن هذا يساعد في ذلك. لكن ماذا يحدث إذا لم تلتزم بتلك القواعد؟ حسناً، بالنسبة للأشخاص الذين يقررون تجاهل قانون المناظر الطبيعية، ربما يقضون ما يصل إلى عام في السجن أو يدفعون غرامة ضخمة. يمكننا أيضاً مقارنة الاختلافات داخل كيوتو نفسها. في محيط وسط المدينة يكون قانون المناظر الطبيعية أقل صرامة، لذا ستجد مبان أطول ولافتات أكبر ذات ألوان أكثر. لكن عندما تغادر وسط المدينة وتتجه نحو المدن الأصغر في الريف، يكون القانون أكثر صرامة، وهو صارم بشكل خاص في محيط مواقع التراث العالمي لليونسكو. إذا كنت لا تعلم، يوجد 17 موقعاً تراثياً في كيوتو. نعم، إنه عدد كبير، لكن هذا ما يجعل كيوتو مدينة مميزة. والآن مرحباً بكم في حي بونتوتشيو. هذا الحي هو مثال جيد على كيفية تغيير قانون المناظر الطبيعية لطابع المدينة على مر السنوات. بونتوتشيو هو زقاق لطيف في كيوتو به العديد من المباني. إذا نظرت إلى صورة جوجل ستريت هذه من عام 2009 وهذه الصورة من عام 2023، فسترى اختلافات واضحة. في البداية اختفت اللافتة الضخمة عند مدخل الزقاق، وهكذا الأسلاك المتدلية من أعلى المحلات التجارية، وتم تجديد الرصيف واختفت اللافتات الكبيرة للمتاجر. لقد أصبح المكان أكثر نظافة، وفي الليل تحول الزقاق إلى مكان مثالي لتناول الطعام في أجواء رائعة، حيث قررت التشريعات هناك تحديد نوع الإضاءة المسموح بها في الحي. هكذا يبدو المكان في الليل. هل ترغب في تناول بعض السوشي؟ أعتقد حقا أن قانون المناظر الطبيعية هذا ساهم كثيرا في العمارة التبسيطية في اليابان. ومع أن مثل هذه الصور في طوكيو بعيدة كل البعد عن الفكرة التي لدينا عن هذا الجمال البسيط، إلا أنه يلائم كيوتو تماما. ماذا عن إلقاء نظرة سريعة داخل أحد هذه المقاهي؟ أنفقت ستاربكس كما ذكرنا في بداية المقطع أموالا لتحويل تصميمها الداخلي إلى تصميم محلي. إنه أول مقهى لستاربكس على الإطلاق يمكنك فيه احتساء الشاي على أرضية من حصير التاتامي. يمكنك الجلوس متربعة كما يفعل العديد من اليابانيين والاستمتاع بمشروب ساخن لذيذ. علي القول إنني أحببت مدينة كيوتو الجديدة بشدة. ماذا عنك؟